ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل ابو فروة. قلت بقى اما اشتريه قلت اصوره لكم واعمله معاكم. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة طبعا هاخده اغسله، لازم يتغسل حلو قوي. على فكرة طعمه حلو. انا كده خدته هغسله كويس جدا، لازم يتغسل حلو قوي. وبالشكل دوت انا فتحتها فتحة كده، لازم كله يتفتح بالسكينة من على الجنب. وبكده انا شقيته من الجنب. انتوا برضو لو عايزين تشقوه زي ما انا شقيته كده وهدخله على النار على طول، بس احسن حاجة ان انت تنقعيه برضو ربع ساعة. انا كده هعمله على طول قدامكم. وبكده هنزل كيس الطاسة وهنزل عليه بشوية ماء صغيرين، فنجان كده. وانا دلوقتي حطيت له الميه وهسيبه لمدة ربع ساعة، وهرجع ابص عليه لغايه ما الميه تتشرب خالص، والاقي كده ان هو اتحمر كده كان ايه متحمص. وبكده يا جماعه ابو فرو معانا جاهز، وهو بيدفي في الشتاء. ويلا بقى كده قوموا اعملوه، وانتوا قاعدين كده اقعدوا تسلوا فيه. ولو عجبكم ما تنسوش تعملولي لايك وشكرا.